والسلام على أشرف المرسلين. أنا دائما أقول لما الإنسان يسقط لابد أن ينهض رياضيا، ولما ينهض فعليه أن يتواضع. نحن نتكلم في السراء والضراء، إذا كانت نتيجة إيجابية نفرح بالنتيجة وندي بالتصريحات، وإذا رياضيا أخفقنا فنتكلم ونقول ونخرج ما في جعبتنا. اولا يعني باش يكون عندنا ان فيدروت ورقه الطريق اللي نحترمها، نتكلم اولا عن الرحله كيفاش كانت الرحله، نتكلموا عن النتيجه الرياضيه كيف كان هذا الاخفاق او النتيجه يعني المخزيه او المهينه، وبعدها لما نتكلم عن الرحله فيها كل شيء. نظن أول نتقدم تشكراتنا للسلطات الذين سهلوا لنا المأمورية في التنقل في طائرة خاصة في صفة ممثلة في وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد والمدير العام لمدار هولدينج الذي دفع سعر الطائرة الخاصة. الفريق كان في أريحية. نتقدم بتشكراتنا لوكالة سياحية تروبيك تور على كل ما قامت به، لأن التنظيم وفي حضور بعض الصحفيين ويقدروا يشاهدوا بأن كان انضباط كبير وكانت إقامة جد مريحة للفريق، يعني ما بخلنا بأي شيء في تحضير هذه المباراة. تشاء الصدف أو القدر أن الفريق ينهزم أمام فريق مشطة 14 نهائي وفاز بعشر كؤوس. نبسط الأمور ولا ندخل في الأمور التقنية المحضة، انهزمنا بنتيجة ثقيلة. الأهلي كان في أحسن أيامه في هذه المباراة لأنه يعني جندوا الفريق تاعهم وكان تركيز كبير على المباراة وأرادوا التصالح مع أنصارهم، عكس فريقنا الذي لم يكن فيهم. هو ذي ظاهرة في كرة قدم ولا تجد لها تفسير، لأن أصلا القاعدة تقول لما يكونوا خمس لاعبين في المستوى وخمسة غايبين على المستوى تطرح تساؤلات، ولكن لما تكون الفريق غايب ككل ما عندك حتى تفسير. سيت ان جوغ سان كما يقولوها في الفوتبول، كاننا لم نتنقل الى مصر. يعني النادي الاهلي لم يجد يعني ريزيستانس، ما تعبش يعني في تسجيل الاهداف تاعو، لان الاصل باش توصل هو تلعب مباراه تحضر من الخلف تلحق المنطقه الوسط وتصل للهجوم ودائما تبحث على التسجيل، يعني تتعب في المأمورية للوصول إلى ال 18 متر باش تقدر تجسد كل مجهوداتك اللي قمت بها من الخلف حتى الهجوم. مع الأسف الشديد الأهلي كانت عندهم سهولة كبيرة في الوصول إلى المنطقة تاعنا بدون تعب، يعني مش يجتهد وين تشوف فيه مراوغات، يعني كانت تمريرات كأنهم واقفين كأنهم يقومون بحصة تدريبية. نتمنى إن شاء الله الفريق تاعنا يرجع في المباراة القادمة فيها نتيجة ثقيلة، ولكن تبقى كرة القدم ليست بعلوم دقيقة. على الأقل نحفظ ماء الوجه وشرف النادي وشرف ألوان وفاق سطيف، على الأقل نفوز بالمباراة القادمة اللي تسمح لنا لاسترجاع قوانا ونحضر نبدأ في تحضير الموسم القادم. ما زالت عندنا خمس مباريات متأخرة بما فيها مباراة اليوم. نظن يعني ما لازمش الانسان يفكر امامه، لازم يشوف للبعد. وفاق سطيف ولات عنده تقاليد انه يشارك دائما كل موسم في المنافسات القاريه او الاقليميه، ينجح بالفوز بهذا الكاس او لا ينجح، المهم والاهم كبر النادي يكبر بمشاركاته الدوليه، وبالتالي علينا باخذ بجدية كل المباريات المتبقية، خاصة المباريات المتأخرة. لازم الناس
تعرف بأن كرة القدم في هذا المستوى لما تصل للمستوى العالي ما تبقاش علوم دقيقة، علوم غير دقيقة، يعني كاين ظروف وين كاين القوي وكاين المتوسط وكاين الضعيف. مع هذا لازم نبقى نبتسم ونمشيو بالنادي هذا ليوصل، يعني يعني نتكلموا بكل صراحة، انتم راكم إعلاميين ومتبعين الفريق من الجانب التسييري، من الجانب التسييري تعرفوا ب إنيا با إن موفيز جيستيون، إنيا با دو جيستيون فينونسيير. ما نقولش ما كاينش، لما تقول لواحد عندك إن موفيز جيستيون تكون عندك لا موفيز جيستيون، كيكونوا عندك الإمكانيات المادية وما عرفتش تستغلهم، كيفاش تكون فريق كبير وكيفاش يكون عندك نظام داخلي، انت ما عندكش. دونك كيف تتهمني انا بسوء تسير؟ انا ما عنديش تسير، ما عنديش امكانيات. اليوم على سبيل المثال احنا راح نتنقل في تحضير مباراه الاهلي العوده، عندنا 14 حكم اللي لازم ناخذهم اون شارج، و14 حكم باش الناس تعرف لازم لهم اكل دي شومبر سينجل، غرفه وحدهم. قانون الاتحاد الافريقي يقول لك غرفه وحده مش شومبر دوبل، وعندهم وسائل النقل الى زايد الى ذلك التذاكر. يعني في كل مره كاين اموال كبيره اللي تخرج. احنا في المرحله في الدقيقه اللي راني نتكلم معكم عندنا ربما 5 ملايين سنتيم او 10 ملايين سنتيم في خزينه النادي، ولازم نستقبلوهم كما استقبلونا اللي هما مشكورين. يعني النادي الاهلي قدموا لنا يعني كل الظروف، يعني هما نادي مهيكل، يبعث لك شخص واحد ربما تجي عندك تعزة النفس قال هذو ما داروناش استقبال حار، هو جاي معك كرة قدم، مش حفل زفاف أو ذكرى تاريخية، جاي معك مباراة يخصص لك إنسان، ولكن مع الإنسان هذاك ما يخصك والو في التنقل تاعك ولا الحضور الملعب. يعني ما نقارنش في ما نقارنش بيننا وبين نادي الأهلي، ما نقارنش، لأن يعني المقارنة في حد ذاتها تعتبر غرور فيما عشناه. انا نظن ان شاء الله في المرحله هذه اذا هذا الفريق وصل الى حد الساعه الى المربع الذهبي بمشاكل كبيره وكبيره جدا، وعايش ازمه من بدايه الموسم الى الوقت اللي رانا فيه، نظن اذا كانت لديه امكانيات قبل بدايه الموسم نظن ان الفريق ان شاء الله يعاود يرجع بينا احنا ولا بناس اخرين. لسنا من رواد يقول لك نخلد احنا في هذا الفريق، بالعكس بالعكس. والدليل الان اذا اردنا تغيير في النادي مقبول، ما نتكلموش في وسط الموسم، احنا عندنا الجرأة ربما ولا اقول الشجاعة، ربما عندنا العقل بلي ما نتخلاوش على الفريق في المرحلة هذه، ولكن قبل نهاية الموسم فيه ناس اللي تطمح وجايبة مرحبا. انا ما نقولوش كلام هذاك كما قالوها البعض، أو اللي عنده الأموال يجي. خويا ما عندكش الأموال وعندك شجاعة والجرأة باش تجي مرحبا بك، ونمشي وحنا عادي وما ندخلوش في صراعات مع أبناء المدينة وأبناء الوطن الواحد، عادي جدا، ما تقلقني ما نقلقك ما والو، حنا نمشيو بالضحك واللعب. خويا جاي ناس اللي عندهم فكر ولا إمكانيات مرحبا بهم، ماناش لازقين في النادي هذا. هذه اللي نتكلموا عليها أكثر. نظن يعني الامور اللي صرات في المباراه هضمناها، ما نبقاوش نبكيو على الاطلال، ولا اريد ان اعطي الامثله لان فرق وطنيه كبيره وكبيره جدا انهزمت بنتائج ثقيله. ولكن الشيء الاكيد احنا في المدينه، نتكلم على مدينتنا لا نتكلم وطنيا، احنا في المدينه في كل مرة يعني نجعلوا من الحبة قبة ونضخموا الأشياء، يعني نضخموا الأشياء كأنها يعني ارتكبنا جريمة كبيرة، في كل مرة حاجة صغيرة تكبر علينا. يعني نظن يعني ما أكدت لكم بأن السلطات قاموا بالعاونونا في الرحلة تاعنا، وقلت لكم في البداية باللي من تكفل رسميا بالماديات هي هولدينغ مادار، مادار هولدينغ، يعني تكلمتها في البداية وقلتها في البداية في شخص رئيس الاتحاد ربما الذي يرتدي قبعتين، قبعة المدير العام لمادار ورئيس الاتحاد الجزائري الكرد، وهما مشكورين إن شاء الله
وإحنا أدينا ما استطعنا. الوفاق لعب بما حضر، والمستقبل ما نقولش مجهول، على الناس كلها تتفهم بلي أن وضعية الفريق خطيرة نوعا ما في المستقبل، لأن الإقصاء من نصف نهائي ما نكبروش روحنا، يعتبر إنجاز، يعتبر إنجاز الوصول إلى نصف نهائي بالإمكانيات اللي كانت عندنا يعتبر إنجاز، وتبقى دائما الأبواب مفتوحة، ومرحبا في كل إنسان، ماناش ناس للاسقين. بارك الله فيكم. وتفضلوا كاين حاجة خويا ملاحظة، كي نكملوا الندوة الصحفية باش تفهموا هنا، كي نكملوا أنني نوض نروح للملعب، ما يجينيش واحد يقول لي أعطينا رأيك في هذه، الله يستركم، هذه باش ما يقوليش واحد أنا نتكلم في ندوة صحفية، علاش من بعد يجي واحد يتكلم معايا، كل واحد يجيني وحده ويقول لي أروح ما رأيك في هذه، وهاني نهضر معك، عندك سؤال اسألوا لي، وما تحكمنيش في آخر الندوة الصحفية. ومشكورين على حضوركم إن شاء الله.